بيان عاجل من الجيش المصري هام، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وصدمة، تفاصيل غرق وحدة ناصر النهرية الضخمة في نهر النيل. وتعليقات مصرية عاجلة على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان. ومفاجأة كبرى، فنان مصري كبير توقع وفاته قبل أيام. وعاجل جدا، الكاميرات تكشف المستور خلال قتل فتاة المول وعائلتها بتعلق بعد قرار النائب العام في مصر، وضربة كبرى من النائب العام المصري ضد قتلة فتاة المول. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا هتفجروا التعليقات بكلمة تحيا مصر. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا. وصدمة، تفاصيل غرق وحدة ناصر النهرية الضخمة في نهر النيل. غرقت الوحدة النهرية ناصر 62 والتي تقطر القاطرة ناصر 261 والمحملة بالطين الأسواني في نهر النيل بسبب ثقب تعرضت له. ووفقا للمسؤولين في مصر، قامت وزارة الري والموارد المائية بالتحرك، وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التي بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات المائية لتثبيت القاطرة بعيدا عن المسار الملاحي حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط قاطرة في شماعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التي دخلت إلى قاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة، وعادت الحركة الملاحية حاليا لوضعها الطبيعي وجاري مرور الوحدات الملاحية من المناطق الملاحية لقناطر نجع حمادي بالمعدلات المعتادة. المصدر معانا كان من RT. وللأسف الوحدة ناصر 261 غرقت في مياه نهر النيل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا في منتهى الأهمية. وتعليقات مصرية عاجلة على انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان. أبدى عدد من المحللين المصريين تقييماتهم لدلالات خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وسط تحقيق حركة طالبان مكاسب ميدانية متسارعة في أفغانستان. ووصف المفكر صفوت حاتم ما يتم الآن هزيمة جديدة مذلة لواشنطن. أضاف أنها ستتسبب في فوضى عارمة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها. من جانبه، اعتبر محمد مرسي سفير مصر الأسبق في قطر أن أياما معدودة وتسقط كابول في يد طالبان، وقال إنه إلى أن يلعق الأمريكيون جراحهم ويستعيدوا ورقة التوت التي نزعت عنهم لتكشف سترهم في أفغانستان ستتداعى وتسقط بسقوط كابول مفاهيم وتوازنات حالية ترتبط بشكل مباشر بمنطقتنا. وقد تعجل أيضا بنزع غطاء الستر عن بعض لاعبيها الإقليميين. واتفق أستاذ القانون والمحكم الدولي سعيد الشيخ أن ما يحدث يمثل هزيمة جديدة للسياسة الأمريكية في أفغانستان منذ جورج بوش الأب حتى بايدن، ومعها كل من عاون وساعد وأيد ومول هذه السياسة، متسائلا ماذا جنى العرب والمسلمون من أزمة أفغانستان غير إنشاء حضانة للإرهاب. وقال اللواء عبد الحميد خيرت وكيل مباحث أمن الدولة سابقا إن أمريكا سقطت في مستنقع أفغانستان، وهو أمر ليس بجديد، فقد سبق سقوطها في مستنقع فيتنام والعراق حينما دمرت الوطن هناك بعد أحداث 11 سبتمبر. وكشف عن خطة بديلة بحثها الأمريكيون في وقت سابق للخروج من مستنقع أفغانستان، تتمثل في نقل كل الإرهابيين من جبال أفغانستان إلى جبال وأرض سيناء بالتنسيق مع حكومة الإخوان التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت. وأوضح أنه كان هناك تنسيق حول هذا الموضوع بين جهاز CIA والسفارة الأمريكية من ناحية، وخيرة الشاطر ومحمود عزت من ناحية أخرى، وأبو أنس الليبي مسؤول تنظيم القاعدة في ليبيا من ناحية ثالثة، وذلك بعد حسم المخطط مع زعيم القاعدة أيمن الظواهري والرئيس المصري الإخواني السابق محمد مرسي.
وحسب خيرت فإن ملخص الاتفاق نص على نقل الإرهابيين من أفغانستان وتسهيل دخولهم إلى سيناء عبر الحدود الليبية تحت الحماية الأمريكية وصمت دولي، مقابل أن تقوم حكومة مرسي بتشكيل جيش من الإرهابيين في سيناء تحت مسمى الجيش المصري الحر على غرار الجيش السوري الحر، وذلك بهدف إيجاد قوة تحمي النظام الإخواني وتكون بديلا للجيش المصري الوطني. وأضاف الخبير أن هذا المخطط فشل مع سقوط الإخوان بثورة 30 يونيو، وبدأت معركة تحرير سيناء من الإرهابيين والتي تستمر حتى الآن. ولفت إلى أنه بعد سقوط المشروع الأمريكي في أفغانستان وفي منطقة الشرق الأوسط، نشاهد اليوم تصاعدا كبيرا في عدد العمليات الإرهابية من تنظيم داعش والقاعدة تمتد لخارج حدود أفغانستان. مصدر معنا كان من RT، وهذه كانت تصريحات خطيرة من عدد من المسؤولين والمحللين السياسيين في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وبيان عاجل من الجيش المصري هام، وأقامت القوات المسلحة المصرية استقبالا حافلا للاعبة في ريال أشرف عبد العزيز الحاصلة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد بعد وصولها إلى مصر. وقدمت القوات المسلحة المصرية التهنئة للاعبة على أدائها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصري في هذا المحفل الدولي. كما قدمت القوات المسلحة المصرية التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد كيشو أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسة رياضة المصارعة الرومانية ميزان 76 كيلوغرام. وقالت القوات المسلحة المصرية أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقا لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من قيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأولمبية. مصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. شيء جميل ان تلاقي بلدك بتدعمك بكل مؤسساتها، شيء يشجع الشباب انهم يعني يشرفوا مصر اكتر واكتر. ننتقل مع بعض الخبر اخر معانا، ومفاجأة كبرى، فنان مصري كبير توقع وفاته قبل ايام. نشرت وسائل الاعلام المصرية منشورا للفنان المصري محمد جبريل الذي توفى الخميس الماضي عن عمر 76 سنة بعد صراع مرير وطويل مع المرض، وذلك بعد أن تحدث عن حسن الخاتمة. ونشر محمد جبريل قبل وفاته بثلاث أيام على صفحته الشخصية على تواصل اجتماعي فيسبوك منشورا حول حسن الخاتمة. قال فيه: ما معنى حسن الخاتمة؟ ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، ومات صديقه أبو بكر رضي الله عنه وهو خير الصحابة على فراشه، ومات خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أي منها. وطلب جبريل على صفحته الشخصية من متابعيه الدعاء له بسبب المرض الشديد الذي يعاني منه. مصدر معانا كامل الوطن. ربنا يرحم الفنان الكبير محمد جبريل ان شاء الله، ويصبر اهله باذن الله ويجعله من اهل الجنة. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل جدا. الكاميرات تكشف المستور خلال قتل فتاة المول وعيلتها بتعلق على قرار النائب العام في مصر. كشفت كاميرات المراقبة عن المستور في قضية قتل نجلاء شهيدة الغدر التي اشتهرت إعلاميا بفتاة المول. ووفقا لبيان النائب العام المصري، فقد سجلت الكاميرات جريمة تفصيلية منذ دخول الجناة إلى العيادة حتى تنفيذ جريمتهم ومغادرتهم للمكان، الأمر الذي أدى إلى اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة بعد مواجهتهم بها، بالإضافة إلى أدلة الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية. والنيابة أكدت أن البصمات الوراثية التي تم العثور عليها ورفعها من مسرح الجريمة التي شملت بعض من الشعر المقصوص، بالإضافة إلى نصل السكين المستخدم في طعن الضحية
وملابس وحذاء أحد المتهمين والدماء والخلايا التي وجدت في أظافر المجني عليها تطابقت مع البصمات الوراثية لأحد المتهمين لتكتمل بذلك أدلة الإدانة، ويتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المتهمين الثلاثة، حيث اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى الجنايات. وقال شقيق المجني عليها محمد نعم الله بدوي إن قرار النائب العام أثلج صدور الأسرة وسادت حالة من الارتياح بعد توتر وقلق، خاصة بعد قراءة حيثيات القرار الذي فصل ووضح ما حدث. وأضاف نعمة الله أنه لا شك أن القرار أنزل الراحة في صدورنا، وشعرنا أن دولة القانون قائمة فوق الجميع بالرغم من محاولات الجناة الإفلات بجريمتهم. وتابع بقوله ننتظر بعد جلسات المحاكمة إحالة أوراقهم للمفتي ليلقوا عقاب الدنيا قبل الآخرة، وهو القصاص العادل الذي يريح نجلاء داخل قبرها ويشفى صدر أم فقدت ابنتها، ويريح قلب أب تجرع الحزن على فراق ابنته. مصدر معانا كمل الوطن، إن شاء الله سيتم الحكم بالإعدام شنقا على هؤلاء المرتكبين لهذا الفعل يعني الصعب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نشوف أمر النائب العام في هذه القضية، حيث أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بإحالة فتاة وبالغ وطفل محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم في قضية قتل فتاة المول. النائب العام قال إنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها منذ شهرين، ووضعوا لذلك مخططا أعدوا فيه أسلحة بيضاء وأقراصا منومة وأدوات أخرى، واستغلت المتهمة علاقة صداقتها بالمجني عليها فالتقطها بدعوى زيارتها، وما إن اختلب بها حتى استدعت المتهمين الآخرين فكمم أحدهما فمها وضربها على رأسها وأطبق الآخر على عنقها، بينما قامت المتهمة بركلات عدة على رأسها حتى فاضت روحها، ثم انهالت عليها بطعنات سلاح أبيض في أماكن متفرقة من جسدها. ارتكبوا كل ذلك قاصدين قتلها وإزهاق روحها بما أحدثوه بها من إصابات. وأضاف أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة سرقة، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا من المجني عليها سلسلة ذهبية ومبالغ مالية وهاتفا محمول ومنقولات أخرى خلال حيازتهم ما كان معهم من أسلحة بيضاء، فضلا عن محاولة اثنين من المتهمين إخفاء معالم جريمتهم بإتلافهما آلة مراقبة كانت مثبتة بمحل الواقعة. النيابة العامة كانت تلقت يوم الثالث من شهر أغسطس الحالي اخطارا بالعثور على جثمان المجني عليها داخل إحدى العيادات الطبية بمركز تجاري بكفر الدوار كانت تعمل بها، فانتقلت لمناظرته وتبينت ما به من إصابات، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى ارتباط المتهمة بعلاقة صداقة بالمجني عليها منذ 4 سنوات تخللها مشاركاتهما العمل بالعيادة، ثم على إثر خلافات بينهما لتميز المجني عليها عن المتهمة في العمل وسوء تدهور علاقاتهما. نوت المتهمة الانتقام منها بالقتل، فأوهمت أحد المتهمين في يونيو الماضي بسرقة المجني عليها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية منها، واتفقت معه لذلك على قتلها. مصدر معانا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا إن شاء الله القضاء المصري زي ما قلت إن شاء الله هيجيب حق المجني عليها، ربنا يرحمها ويصبر قلوب أهلها بإذن الله. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوف حضراتكم في وقت قريب جدا عشان أنقل لحضراتكم أهم الأخبار في الوقت الحالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.